وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لله سبحانه وتعالى أسماء عظيمة جليلة أسماء حسنة من هذه الأسماء اسم الله سبحانه وتعالى الودود الودود أي الذي يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون ويحبب المؤمنين فيما بعضهم البعض ومن حبه لله ومن حب الله للمؤمنين أن يسر لهم الأعمال القليلة بأجور عظيمة تعمل القليل ويعطيك الكثير وهذا هو اسم الله سبحانه وتعالى الشاكر الشكور الذي يعطي الجزاء العظيم الوفير على أعمال قليلة ومن هذه الأيام المباركات الأيام المعلومات وهي العشر الأوائل من ذي الحجة وهذا من فضل الله علينا ومن حب الله للمؤمنين أن أعطاهم هذه الأيام العشر ماذا تمثل من أيام السنة؟ هي أيام قليلة ومعلومة ولكن العمل الصالح فيها له أجر عظيم الحديث المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر وهذا إطلاق من النبي عليه الصلاة والسلام لكل أيام السنة أفضل من رمضان أفضل من محرم من غير أن ندخل في هذه التفاصيل حسمها لك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا هذه العشر اللي احنا فيها الآن اليوم الأول من ذي الحجة إلى العاشر اللي هو يوم العيد أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر طيب ما المقصود بالعمل الصالح كلمة مطلقة من النبي عليه الصلاة والسلام وعامة ما حدد لك النبي عليه الصلاة والسلام الحج الصلاة الصيام الذكر القرآن جعلها عامة وهذا من التسهيل والتيسير من الله سبحانه وتعالى لعباده قد ينشط الإنسان في صيام ويكسل عن الصدقة والآخر ينشط في الصدقة ويكسل عن الصيام وكل في خير وكل يدخل في الحديث قد يكون لك ختمات خاصة من القرآن في هذه الأيام العشر وأنت لك صيام في هذه الأيام وأنت لك صدقة وذكر وغيرها من العبادات كلها تدخل في هذا الحديث ليش؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر والفجر وليالي عشر قال ابن كثير هي العشر الأوائل من ذي الحجة وإذا أقسم الله بشيء أقسم بعظيم فهذه الأيام مباركات عظيمة
وأول هذه الأعمال الصالحة التي ينبغي بل التي يجب المسلم يحرص عليها الفرائض. قد يفكر الإنسان بختمة وختمتين وصدقة وصيام، لكن قبل ذلك ماذا تفعل بالفرائض؟ هل تصلي الفجر في جماعة؟ وأنت هل تصلين الفجر في وقتها قبل الشروق؟ هل أديت زكاة مالك؟ هل قمت بالواجبات والفرائض؟ لأن الله يقول الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرض قبل السنة، الفرض قبل المستحب. قد يغفل الإنسان عن تقصيره بالفرض وينشط في السنة. نقول احرص على الفرض قبل السنة، واحرص كذلك على السنة، وهذا ميسر والحمد لله. إذن يدخل أول شيء في هذه الأعمال الصالحة الفرائض، الصلوات الخمس، وكذلك يدخل في هذه الأعمال الصالحة وهي أشهرها في هذه الأيام الحج. يا من لم تحج وعندك القدرة فيجب عليك أن تحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عندك مال؟ إيه عندي مال. عندك إجازة من عملك تقدر تأخذ إجازة؟ إيه نعم. تؤمن أولادك وأهلك؟ إيه نعم. لماذا لم تحج؟ إذا أنت معذور يعذرك الله، ما عندي مال، ما عندي الأمور التي أسافر بها، ترخيص وغيرها من الأمور. لكن إذا توفرت هذه الأمور فاحرص على الحج، ولا تؤجل. بعد الدراسة، بعد بنيان البيت، بعد الزواج، بعد العلاج، بعد الكذا، بعد العيال ما يكبرون، وبعدين قد تموت. ومن قضت حاجاتك من الدنيا فالشيطان يمد لك في رغباتك وشهواتك إلى أن تموت، بينما المسلم المؤمن يمد في العمل الصالح إلى أن يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من الأعمال الصالحة في هذه الأيام صيام يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ اليوم الذي يجتمع فيه الحجاج في عرفات ويدعو الله سبحانه وتعالى منهم كما يليق بجلاله وعظمته، ويعتق الله ما يعتق في هذا اليوم أو أكثر ما يعتق في هذا اليوم من عباده المؤمنين من النار. جاء رجل من اليهود، يهودي، يهودي يعرف الإسلام، نعم يعرفون، يعيشون بين المسلمين ويتعلمون من المسلمين، وليس العكس، يعيش المسلم بين الكفار ويتعلم من الكفار، يتعلم من المسلمين ويقرأ في كتب المسلمين. جاء إلى عمر، الله أكبر، إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: عندكم آية؟ يقول حق من؟ يقول حق عمر: عندكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدة. عمر يقول: أي آية؟ أنت تأتي وتعلم عمر؟ أنت تعلم يمكن بعض المسلمين الآن، الكفار الآن يمكن يعلمون بعض المسلمين، لكن تأتي وتعلم عمر المحدث الملهم رضي الله عنه؟ أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر قال: والله أنا أعلم في أي يوم نزلت وأين نزلت، أنا مو بس أعلم الآية، كذلك أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في يوم عرفة، كان يوم جمعة لما حج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يوم عظيم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام
يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة سابق وسنة لاحقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يحرص المسلم على صيام هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة. يستحب صيام التسع من ذي الحجة، ويتأكد الصيام في هذا اليوم. يستحب أنك تصوم حتى لو تبدأ من اليوم، أو الذين بدأوا من اليوم ويريدون أن يصوموا التسع. لكن لو الإنسان ما صام اليوم ولا الغد، نقول صم يوم عرفة ولا تفرط بهذا الصيام إذا لم تكن من الحجاج، إذا لم تكن من الحجاج. وكذلك من الأعمال العظيمة في هذه العشر الشعيرة المشهورة العظيمة، وهي التقرب إلى الله بذبح الأضحية في يوم العيد. هذه من الشعائر، أنك تتقرب إلى الله بذبح كبش. ويستحب أن يكون غاليا، ولا تبحث عن الرخيص والهزيل، بل إذا كان عندك قدرة ابحث عن الثمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والذي يعزم على الأضحية فلا يمس شيئا من شعره ولا ظفره، لا تقص أظافرك ولا شعرك، لا شعر الرأس ولا شعر الشارب ولا غيره من الشعر، ولا أظافر، أظافر الرجل ولا أظافر اليد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم: إذا دخل إلى ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيء من ظفره ولا شعره. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.